لا ديكوراسيون ديروا اللي بغيتو حتى نتوما، انا غير درت لكم الشكل اللي هو الانساني هذا، وقت الفريز وقت لي اي ديسير كاين هذا يقدر الانسان يقطعو ويزوق به. اذا كنتمنى ان شاء الله تصاوبوها، وانا اليوم عيد ميلاد ديالي للجينواز هادي، نتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه لوليداتكم، وفوق ما تكون شي مناسبه عليكم بسميتها بجينواز بهذا الشكل، عليكم بهذا الشكل تيبي مخالف وكيجي زوين وانيق وكيشبع وكي فيه كلشي و سي لا كلاس لا كلاس لا باتيسري. السلام عليكم الاخوات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله دائما تكونوا على خير وبخير. انا اليوم عندي لانيفيرسير ديالي، الوغ شنو قلت؟ قلت راه ندير حليوه ديال الدار بلا ما نشقيو راسنا، ونبقاو دائما الباتيسري والحاجه راكم عارفين اليد من الاحسن تكون، وكديري على حساب شهوتك. انا غادي ندير هذه الجينواز، غادي نديرها بلي فخوي، جينواز او فخوي. المهم تبعوا معايا الاخوات، غادي نقول لكم ان شاء الله كل واحد عنده عيد ميلاد ان شاء الله بالصحيحه والعافيه وباش كيتمنى، ونوريكم نبداو على بركه الله ان شاء الله. انتما عندي هنايا عندي 200 غرام ديال الفرينه، عندي 200 غرام ديال السكر، عندي 6 البيضات، عندي 2 لي ساشي ديال السكر فاني، عندي 2 ساشيات ديال الخميره الشيميك اللي سميتها لوفر شيميك، عندي 80 غرام ديال مايزينا، هادو هما ان باسي دو سيل. المهم هادشي كله غادي ان شاء الله نخدموه، وغادي تتبعوا معايا الطريقه. يلا خليكم معايا، خليكم حتى ان شاء الله هذا نبداو بلاتي. هانتوما الاخوات، عندي 6 البيضات هنا، وغادي نزيدو عليها السكر ونزيدو السكر فاني، وغضربوه مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالو. هادو هما الولا، من بعد ان بانسي دو سيل غنزيدو مليحه شويه ماشي بزاف، 2 خميسات ديال السكر فاني، وضربوه مزيان مزيان. من بعد ندوزو عاوتاني لهذا حتى يوجد، انا نوريكم نضربو بشويه بشويه حتى يضاعف الحجم، ومن بعد نرجعو. هانتوما الاخوات، هانتوما ملي طلعناها بالضراب، هانتوما كيف ضاعف الحجم ديالها، خصو يجي في هذا القوام هذا بحال هذا الشكل. غادي نخلطو الخميره مع الدقيق، كتجي خفيفه وكتجي غزاله. غادي نخلطو مايزينا، هانتوما تشوفو مايزينا والفيغ شيميك والدقيق، خلطوهم ودوزوهم في هاد الغريبل بحال هاد الشكل هكا، بحال هاد الشكل، وخلطو بشويه بشويه. هانتوما عارفين المقادير راها مضبوطه، الواحد يستغل هاد الفرصه هادي ملي يكون هكا عند دري وليداتكم ولا اي واحد في العائله يكون عنده عيد ميلاد، بلا ما الانسان يمشي لبرا يطبخ راسو والحلاوي، راكم عارفين راه داكشي ماشي على الواحد كما كيشوف بيديه وبلي زانغريديون اللي كيختار، وداكشي داكشي ديال برا راكم عارفين الحاله ديالتو، سورتو في هاد الوقت هادي اللي بدات الامور ولات كلها غير كوميرسيال. عرفتو شنو هي كوميرسيال؟ ولا غير لان الانسان كيتاجر، التجاره في كل شيء، واخا كتكون اي حاجه ماشي حتى ليه الناس كيديروا بها لي باتيسري، كيديروا بها الحلاوي وداكشي. الوغ هادي فرصه الانسان يدير شي حويجه بيديه، حتى الا كلاها ما تضروش ما تقهموش ما تهدا، شي حاجه خفيفه شي حاجه على اليد. ايوا نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو ويكون خير عليكم. هانتوما الاخوات، منين تزيدوا الدقيق والمايزينا والخميره غادي تخلطوا بهذا الشكل، ما ديروش الضراب. علاش؟ باش يكون القوام ديالها طالع ما يهبطش، ما ديرولهاش الضراب. غادي تصاوبوها بهذه الطريقه هذه، تخلطوا بشويه بشويه حتى القوام ديالها يولي ليس موس بحال بوماد، هادشي اللي مطلوب منا. ومن بعد خلاص غتفرغوها على حساب الاطار اللي بغيتو نتوما، يا كاري يا داير يا اللي بغيتو، داك الساعات غديروا نتوما في هذا في بيريكس اللي بغيتو الحجم اللي بغيتو. هادشي اللي كاين، تنرجعو ان شاء الله. دي هادو بالنسبه باش غادي نسقيو لا جينواز ديالنا، عندنا يطرو ديال الليمون، نحتاجو غادي نحتاجو سيترو ديال الليمون، سوا يكون طبيعي ولا راكم عارفين ديال الكرتونه، 40 غرام ديال السكر،
40 غرام ديال الكريم باتيسيه. السكر على حساب الذوق. شوفوا انا درت غير 40 غرام، اللي بغى يزيد يزيد، انا ما كنبغيش الحلاوه بزاف حيت العصير حلو من اصله. غادي نصاوبوا كل شيء، غنديروا هذا ونديروا السكر ونديروا الكريم باتيسيه، نحركوا في هذا بارد، في الليمون بارد المسائل كامله، ونديروها على العافيه، على عافيه مهيله بزاف بزاف باش يعقد. هادشي اللي كاين. هانتوما لا كريم باتيسيغ ديالنا ملي اختارت، حنا درتها في جبانه، ولكن ديروا لها السلوفان باش دابا متكون ليناش قشره، باسكو داك القشره ماشي زوينه، ملي غنبغيو نستعملوها غتكون داك لاكوش قاصحه الفوق وما غتساعدناش. خدينا نص سيترو الثاني، ها هو درتو في كاسرونه، غادي نديروا له جوج خنيشات ديال الخنيشات ديال الزهر. هانتوما بحال هاد الشكل هكا، غنديروا فيهم جوج باش غنسقيو الجينواز ديالنا، لا جينواز ديالنا باش كتعطي داك لوكو زوين وريحه زوينه بزاف. وتحركو مزيان صافي، ما غادي تغليوها ما حتى حاجه، طريقه ديال الزهر الا عندكم، ما كانش غتكتفيو بالزهر ديال الخنيشات. صافي هادشي اللي كاين باش كتعطينا واحد الطعم رائع. غتخلطو مزيان داك هذا، وتخلطو مزيان مزيان، وتردوه فوق ونردوه فوق البوطه يدفى شويه، غنتردوه فوق البوطه غير شويه يدفى، ماشي يسخن بزاف، غير باش يذوب داكشي اللي درنا. هاد السكر هذا ديال الزهر يذوب شويه غير بحال غيدفى، ويلا داب ليكم يستحب كاع بلاش، ماشي مشكل. المهم انا غير دفيت حيت كان بارد عندي لتشي في الفيديو. هاد الطرف غادي تقبطوها وتقسموها في النص، انا درتها في هاد البلا هذا. لي فخوي اللي متوفي غادي نسقيوها هو الاول بالليمون. هانتوما تشوفوا كاس الليمون اللي صوبنا فيه الزهر، اللي درناه بالزهر سخناه شي شويه وهذا باش نسقيو به. غادي تقلبوها على جينواز، غادي تقلبوها منين تخرجوها من الفران، تقلبوها على الجهه الاخرى وتقسموا باش داك الجهه اللي هي دايره كتشرب لينا. انا بالنسبه لي فخوي هانتوما عندي البنان، عندي الشهديه، عندي التفاح، عندي النقاص. بالنسبه غادي ندير الشهديه والبنان والنقاص والكيوي. ووقت الفريز الانسان يدير الفريز حتى هو من يكون وقته، دابا ما كاينش الفريز، داكشي علاش باش يجيو داك اللوينات زوينين. وحسن غادي تكون بلا كريم باتيسيغ وتكون بلي فروي، غتجي خفيفه وغتجي زوينه بزاف وبنينه الاخوات. المهم كتبقى لا ديكوراسيون، كديروا داكشي اللي بغيتو نتوما ان شاء الله. انا دابا غنسقيو الجهات بجوج بيهم، بهذاك الليمون اللي منسم بالزهر بالزهر ديال لي ساشي، غتشربوها مزيان مزيان على جوج جهات، ومن بعد غادي نديرو الكريم في الوسط، كريم باتيسيغ شويه، غنديرو واحد الطبيقه في الوسط ومن بعد عاد نديرو عليها. المهم حنا درنا غنديرو واحد، غادي نطلعو واحد جهه بلا بسميتو بالكريم باتيسيغ اللي درنا بالليمون، كيعطيها واحد لا فريشور، واحد النكهه زوينه في الوسط ديالها. وغنديروا لها البنان والفروي، غديروا في الوسط عرفتوا لي فخوي اللي هي مو اللي هي رطبه، باش منين تجيو تقطعوا ما تحصل لكمش في الموس. دائما في الوسط اختاروا يا اما الفريز كيكون حتى هو رطب، يا اما البنان، يا اما الكيوي، شي حاجه اللي رطبه ديروها في الوسط، هذا كيبقى اختياري. من بعد الفوق احنا غنرجعوا نزوقها وتشوفوا معايا. صافي تنرجعوا ان شاء الله. هذه الوسطاني، هذه الشكل الوسطاني هكا غادي يكون. من بعد ما سقيناه درنا هاد كريم لا كريم كريم باتيسيير. اخوات هانتوما انا اختاريت ندير البنان حيت ارطب وغيجي ساهل التقطع، كيبقى لكم الاختيار، غير ما ديروش الحاجه القاصحه. صافي هادشي اللي كاين. هذه الطبقه عندنا هنا، الطبقه الثانيه اللي غنردو عليها باقي ما سقيناهاش، علاش؟ باش ما توليناش طايحه بالطرف، تكون شويه شاده راسها، هذا هو الفرق. احنا خليناها ملي درنا هاد السيفه هكا، احنا خليناها هي الاخرى. ها نتوما الاخوات، ها احنا درناها على هاد الطرف هكا، ها نتوما تشوفوا من هنا، وخليناها على هاد الشكل هكا، ونسقيوها باش تجي هي هذيك كتشرب بزاف. راه السيترو ديال الليمون اللي شربات ما بين الطرف الاول والثاني، ولكن راه كتجي هائلة. غير فوق ما نبغي نديرو لانيفيرسير، لا بدا من الكريم شونتي، من الكريم شونتي ولا فوغينوار، ولا ديرو شي حاجة بلي فروي، شي حاجة صحية، شي حاجة تعجب وتكون مغيرة للمعتاد. ها
هادشي اللي كاين. المهم انتم تشوفوا ان شاء الله بقى لنا لا كريم باتيسيير غنديروا عاود ايطاليوها كريم باتيسيير ومن بعد نستفوا لي فخوي على حسب الذوق. كل هيدير لا ديكوراسيون لا ديكوراسيون اللي بغا، كيبقى داكشي اختياري في لا ديكوراسيون، ولكن لا باز هي هادي. نتمنى ان شاء الله تجربوها ونرجعوا ان شاء الله في اخر مطاف في التقديم احسن ما كاين، وجايه فخيش وبلي فخوي وغيش من بلي فخوي، زعما شي حاجه اللي هي كتحمر الوجه. مابقاوش حنايا فوق ما نبغيو نديرو عيد الميلاد خصنا غير كريم شونتي كريم شونتي، اصلا داكشي شي شويه كي ماشي مزيان لا سونتي ماشي مزيان للصحه. هاكا اون جينواز بلي فخوي انا كنظن حسن، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم.